التليفون الدكتورة شهيرة لوزة، استشاري طب النوم ومدير مركز دراسات النوم، عشان نسألها أسئلة كتير. أهلا يا دكتور. أهلا. إزيك يا دكتور؟ الحمد لله. عايزين نسألك سؤال كده عشان نفتح الموضوع، هو إيه اللي حصل للنوم؟ راح فين النوم؟ لا، النوم موجود، والنوم بيجي لأي حد محتاجه ونقصه نوم. احنا عندنا ثلاث مقومات للنوم: التوقيت والكم والكيف. ولازم الثلاثة دول يكونوا موجودين. فالتوقيت هو كل واحد بينام الساعة كام ويصحى الساعة كام، وده في نظام، ده يعني في خلايا في المخ مسؤولة عن نظام الاستيقاظ والنوم. وده المشاكل النهارده غير مثلا من 100 سنه فاتت، الناس اللي بتشتغل في شيفتات، الناس اللي بتسافر عبر خطوط زمنيه، كل دول بيبقى عندهم اضطراب في التوقيت، وبالتالي بيأثر على النوم. ده اول حاجه. تاني حاجه الكم، وبس يعني لتعديل بسيط، الكم يتراوح حاجه الشخص أو حاجة الناس من 5 ل 11 ساعة. ده يعتمد على حاجة، على الوراثة. يعني في ناس بتحتاج 5 ساعات فقط، وفي ناس بتحتاج 11 ساعة. 11 إنما ساعة؟ إنما الثمانية ده متوسط آلاف من الناس ثمانية. فكون إن بعض الناس ما بتاخدش الثمان ساعات دي، لكن بتقوم مرتاحة، بتقوم كويس. طب إيه اللي يخلي واحد احتياجاته هي الخمس ساعات نوم، يصحى مفرفش ومنعنش وزي الفل ومركز، واحد احتياجه 11 ساعه؟ يعني هل هو بيبقى كده جيناته كده، خلقته كده من يوم ما اتولد، ولا دي حاجات بتتغير بمتغيرات اخرى؟ لا 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 لا، ده حاجات هو مولود بيها، لكن يدخل عليها بقى حاجتين تانيين. واحد، التوقيت. ايوه، يعني اللي محتاج 5 ساعات ده لكن نامه في وقت مختلف يبقى مستاء جدا. وبالتالي يعني لازم الثلاث مقومات تكون موجوده. وطبعا اهم حاجه هي نوع النوم، ونوع النوم ده بيتاثر بامراض عضويه كثيره جدا، وبيتاثر يعني باضطرابات عضويه في النوم، وبيتاثر من حاجات خارجيه. الحاله النفسيه بتاثر على نوع النوم، العلاج او الادويه اللي الشخص بياخدها بتاثر على نوع النوم، الاضاءه والاصوات المحيطه بينا تاثر على كواليتي النوم. الاضاءه مش الاضواء، مش الاصوات. الاضاءه بتاثر على الخلايا اللي في المخ اللي مسؤوله عن التغييرات اللي بتحصل يعني عبر 24 ساعه، وبالتالي بتدي اشاره للمخ ان ده ميعاد نوم او ميعاد استيقاظ. وعشان كده بيستخدموا الاضاءه في علاج حاجات، يعني حالات كتيره جدا من الاضطرابات اللي بتاثر على التوقيت. ده في ناس يا دكتور بتنام فاتحه التلفزيون وباضاءته الكامله، بفيلم عربي قديم، بصوته بمزجته، بتنام في الحاله دي. دول ناس ما بياخدوش قدر محترم من النوم؟ بالظبط حضرتك. يعني احنا بالنسبه لنا ريد فلاج، يعني علامه ان في مشكله في النوم، الشخص اللي ينام في وقت او في مكان من الصعب النوم فيه، معناتها ان هو محروم من كم من النوم، ان هو بيداهمه النوم في وقت غريب جدا، او في يعني في هو حواليه نور، في ظروف طبعا، في ميتنج، في حاجه. طب دكتور ايه اكتر حاجه، او ايه مجموعه الحاجات اللي ممكن اعملها في خلال الساعتين او الساعه اللي قبل النوم يساعدوني ان انا اخش في نوم عميق؟ تحضير للنوم. يعني ايه تحضير للنوم؟ يعني ما يصحش ان انا اتفرج على فيلم مرعب او اخبار مزعجه قبل دخول في النوم. ما يصحش ان انا اقعد في ضوء يعني جامد جدا قبل الدخول في النوم. ما يصحش ان الواحد يبقى بيعمل تمرينات وبيعمل رياضه قبل النوم، ده احنا بنقول 6 ساعات قبل النوم. ان الواحد ما ياخدش منبهات، وحضرتك المنبهات كتيره جدا، والناس مش واخده بالها ان في بعض الحاجات اللي الواحد ياخدها بدون درايه منبهه. زي ايه مثلا؟ لابسط حاجه، بدائل السكر. اللي ماشي على ريجيم ده وبياخد بدائل السكر، بدائل السكر منبهه.
فعلا. غير طبعا القهوه والشاي والمشروبات الغازيه وحاجات كتيره بتبقى منبهه ودون علم الناس. يعني بديل السكر ده منبه؟ يعني لو هنشرب حاجات سخنه بالليل لبعض الناس تشرب فنجان قهوه وتنام. لكن في ناس تبقى مثلا نومها عزيز شويه فتشرب فنجان القهوه ده وما تنامش. طب او تاخد هل في حاجات مثلا اقدر اكلات حاجات اقدر اشربها اكل في وقت وتوقيت معين؟ هل لو نمت جعانه ممكن ما اعرفش انام كويس؟ يعني دايما أيوة في ناس تقول كده. الالم والجوع والبرد قوي او الحر قوي الحاجات الطبيعيه اللي بتاثر على النوم. ده الحاجات الطبيعيه فبالتالي مش لازم ننام جعانين. في طبعا اجتهادات وحاجات بتقول مثلا بعض الحاجات بتساعد على النوم، الاكلات اللي فيها تريبتوفان زي بعض الفواكه الموز التفاح المنتجات الالبان بتساعد على النوم، اليانسون يعني حاجات دي كلها اجتهادات. المهم ان الواحد يبعد عن المنبهات ويبعد عن المنومات كمان. اللي هياخد منوم لازم يبقى تحت اشراف طبيب عشان ما يلخبطش نومه زياده. صحيح طبعا. دكتوره شهيره بنشكرك جدا جدا، ميرسي جدا على المداخله المهمه دي. وانا شايفه انه في حاجات كده في الزمن ده شويه تحسي بركتها قلت، منها النوم. صحيح. فنتمنى ان احنا كلنا ننام نوم عميق ونوم اهم حاجه. يعني في دراسات على فكره يا رب، في دراسات كتير يا جماعه اتعملت كمان على نور الشاشات. انت عارفه دلوقتي في كل مكان في البيت بقى في شاشه، نور الشاشات دي او نور التكييفات مش بس بيسبب حالة أرق وعدم كفاءة للنوم، لكن عايزة أقول لكم أنه بتسبب مشاكل كبيرة كمان لكبار السن، بتوصل لارتفاع في ضغط الدم والسكر والسمنة. ما هو لو خدنا من كلام الدكتورة أن أنت مديه إشارة لمخك أنه في حالة نشاط، فده مرهق للجسم. فمهم قوي أن احنا نختار توقيت كويس، لان التوقيت مهم. ممكن تنام لك 6 ساعات بس هتنامهم الساعه 4 الفجر بالظبط، ولا 10 بالليل، 11 بالليل بالظبط. طبعا تفرق كتير. طبعًا. هنا تصحى مزاجك رايق وهنا تصحى متعكن وفي حاجه منكده عليك. صح.